لو ربحت المسابقة أنت خسران، رح تعرف جواتك أنت لعبت لعبة وسخة معي يا ماني. نانديني شكراً لأنك ربحتيني. هذا حظ؟ عم تقولي أنك صار حظي؟ ما بتتمني كون خسارتك الأبدية؟ تعرفي حسب منطقك أنا بحاجته؟ ماني ملهوترة، بتمنى لك حظ سعيد. ماني ملهوترة، هاي قصة حياتك. كنت دايماً لعبة، لعبة بإيدي، وكنت مشيك مثل ما بدي. شو عم تعمل؟ صح، عم دور عليك. الأستاذ رافار بده يشوفك، في مشكلة بالإضاءة. عشان الإضاءة؟ ماشي نانديني، أول شي نزعتي العرض تبعي، وبعدين نزعتي عرض الفاب فايف، صارت حلبة مصارعة. هي بتوثق فيني. क्यों ये सपना अब टूट रहा है. وثقت فيني. सब धुंधला كيف धुंधला सा قدرت توثق. दिल की धड़कन अब रुक सी गई है. अपने किए जो वादे खो गए हैं. منتمنى تكونوا استمتعتوا بالعرض. وهلأ دور نجوم موسيقى الروك الأكثر روعة والأكثر شعبية، الفرقة اللي ربحت المسابقة السنة الماضية. كلامكم صحيح، الفرقة مانا بحاجة تقديم. سيداتي سادتي، ارفعوا يديكم سوا كرمال الفاب فاي. عالجيتار معنا موكتي وديروك. عالبيانو معنا آليا. وعالدرام معنا كبير. وين كبير؟ وليس أخيراً، المغني الأساسي وقلب الفاب فايف، سيدتي سادتي ماني مالهوترا.
ومرة تانية ناديني وقعت. ليكي انتي فرحانة؟ دم لحتى عوض دموعك. دم لعوض دموعك. ركزي منيح، يمكن يصير عنوان حلو للأخبار. شو رأيك؟ اسمعي، امسحي كل الدم، ردي علي. ليكي احذري، ما حدا هون لازم يعرف اي شيء عن سرنا الصغير. متأكد بدك هيك؟ ثانية، امسحي هداك الشيء عن وجهك. على اليمين. ماني ملهوترة، لا تتجرأ تقرب مني بعد اليوم، متوحش. مسح. ما رجعت سمعتك كرمال أعرف هالشي. برافو يا شباب، هالأداء كان رائع صح؟ أنا ما شفت مثل هالعرض، معي بهالكلام ولا لا؟ وهلأ صار الوقت لنرجع لحكامنا وضيفتنا المميزة ميونيكا لإعلان الفائزين بمسابقة ميوزيكانا. وهلأ بدنا نطلب من لجنة التحكيم وضيفتنا يتفضلوا على المسرح. وهلأ خبرونا كيف كانت العروض اليوم. بالتأكيد كتير حلوة، كل الفرق أدوا بشكل كتير حلو، كان فوق توقعاتنا. فينا نقول مطمنين انه وضع الموسيقى بخير ومستقبل الموسيقى بايدين امينه. الفرق قدوا عن جد كتير حلو، بتمنى لهم كل التوفيق. فينا نقول مستقبل الموسيقى تماما بايدي امينه. خبروني انه صارت النتائج معكم وصار الوقت لنكشف الفائزين بمسابقه ميوزيكانا لل 2014. اوكي، الفائزين بمسابقة ميوزيكانا 2014 الفاب فاي. هلأ بدنا نشكر كل الفرق اللي أدبت على مسابقتنا، وبدنا نبارك للفريق الربح معنا، وبدنا نقول حظ أوفر للفرق اللي خسرت معنا. لا تنسوا تتابعوا برنامجنا على الفيسبوك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اسمعوني لو سمحتوا، مثل ما شفتوا المغني الرئيسي انصاب، وبتوقع صعب عليه كثير انه يعزف هلا. فيديو فيديو يلا فيديو 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 فيديو.
طيب ماشي، ما رح نخيب أملكم كل هالقد، لهيك إذا ما قدرنا نخليهم يعزفوا مرة تانية أكيد فينا نعرض لكم الفيديو، وهي المرة بدي أطلب منكم تشجعوا الفيديو بصوت أعلى، لهيك خلينا نشوف الفيديو الرابح للفاب فايف هلأ فورا. أحسن فيديو بحياة كبير كلها. رح يصير مشهور على الإنترنت. وحط فيه بسرعة. روح من هون بسرعة. رح حل الموضوع أنا. يلا. شو هالمسخرة؟ ما بيصير هالشي. هدول الاثنين شواذ ولازم ينطردوا من الجامعة. هدول الاثنين مريضين. هدول ما بيناسبونا. لازم كابير ورافار ينطردوا من الجامعة. يا ربي كابير ورافار شواذ؟ لازم تقلعوهم برات الجامعة. قلعوا كابير، قلعوا رافار. شباب هدوا شوي، بدي احكي شي لو سمحتوا. انا قلت هدوء. شو صاركن يا شباب؟ هيك طلاب السبيس بيتصرفوا؟ طيب والكام معروض على الشاشه، هيك نحن لازم نتصرف؟ ورجوني، مين قال هيك؟ هلا كلكن اسمعوني منيح يا شباب. شو ما صار ويلي شفناه كان كتير مؤسف. كانت لحظة خاصة بين شخصين، بس نحنا شفنا شيء ما لازم نشوفه مهما صار. أما بخصوص اللي شفناه هون ما فينا نحنا نحكم عليه. شو فيها إذا كان كبير والدكتور رفار بعلاقة؟ مثلية جنسية؟ هنن ما اختاروا هذا الشيء، بيخلق مع الشخص شيء طبيعي وعادي بجوز يصير. طبيعي كتير، وين المشكلة بالموضوع؟ مدام، انتي عم تقولي انك تدعمي حقوق جامعة السبيس؟ يلي عم بوصده انا أكاديمية سبيس تدعم المساواة مع الكل. المساواة لكل حدا عايش. والمثليين تدعميهم؟ ها، السبيس تدعم حقوق المثليين. انتو ما بتعرفوا، بس خليني خبركن، نحنا كبشر ما فيكم تتطلعوا بقرف على أشخاص ما بيشبهونا. كلنا مختلفين بكل شيء، وهذا الشيء الحلو اللي بيخلينا حلوين ومميزين. ما رح نقتلهم منشان هيك شيء. وهلا قلوا لي، لساتكن مفكرين اني لازم اطرد كبير والدكتور رافار من اكاديمية سبيس؟ لا مو؟ اما هلا
فبدي منكن يا شباب انكن تشاركوني احتفال الفوز والحب، الشيء اللي بأكاديمية سبيس عن جد بفتخر فيه.